امرأة مصرية فقيرة فعلت حركة بسيطة جعلتها مليونيرة في الحال، وحدث لها معجزة كبيرة جدا أصبحت حديث العالم، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. كانت هناك امرأة مصرية فقيرة تدعى ليلى، وكان زوجها متوفي إثر حادث سير مؤلم، وكانت تعول 5 من الأطفال، 3 بنات وولدين، حيث كان أطفالها البنات يدرسون في المرحلة الابتدائية، وأولادها الذكور لم يدخلوا المدرسة لأنهم ما زالوا صغار، وكانت تعمل في الحقول لأنها كانت تعيش هي وأولادها الصغار في أحد القرى المصرية، وكانت حياتها مستقرة تماما، إلا أن حياتها لم تدم طويلا، حيث تغير الحال إلى الأسوأ، وأصبحت الأسرة أكثر فقرا، حيث أصيبت بنتها الكبرى بالمرض، وأصبح الدخل يصرف على علاج بنتها، وأصبح البيت خاليا من الطعام، فكانت هذه المرأة تذهب لتبحث في القمامة عن لقيمات أو أي فتات طعام لكي تقدمه لأطفالها الصغار، حيث أنهم يصرخون من الجوع المضجع. وفي ذات يوم ذهبت للعمل في أحد الحقول عند رجل غني، فلاحظ الأخير أن هذه المرأة تبكي بصمت والدموع تنهمر منها وتتساقط على الأرض، فذهب إليها هذا الرجل وقال لها: ما بك يا امرأة؟ فقالت له: دعني وشأني. فقال لها: لو لم تخبريني ماذا بك سوف أطردك من أرضي. فخافت المرأة على لقمة عيشها، فهي تعلم أنها بأشد الحاجة إلى المال، فحكت له هذه المرأة ما حدث لها هي وأولادها، فعرف هذا الرجل قصتها ونقطة ضعفها، فبدأ يذهب لها كل يوم لمنزلها بحجة أنه يريد مساعدتها، وكان يحضر العلاج لبنتها المريضة، وأصبح على هذا الحال لمدة شهر، وبعد ذلك ذهب للمرأة في بيتها وقال لها: أنا زوجتي مريضة في هذه الأيام، وذهبت إلى بيت أهلها، وأمامها فترة حتى ترجع، وأريدك أن تأتي معي لكي تنظفي منزلي، وأنا سوف أعطيك الكثير من المال. ففرحت المرأة كثيرا وقالت له: اسبقني على البيت وأنا سوف أأتي إليك لاحقا حتى أطمئن على أولادي. فذهب الرجل من بيتها وذهب إلى بيته، فنادت هذه المرأة على أولادها فقالت لهم: افرحوا يا أولاد، أنا اليوم ذاهبة إلى عمل جديد وسوف أحصل منه على الكثير من المال، وسوف أشتري لكم طعام وحلوى وفاكهة. وقامت باحتضان أولادها الصغار وكذلك بنتها المريضة في مشهد يبكي القلوب، وقالت لأطفالها: خلي بالكم من أختكم المريضة حتى أرجع لكم. فقامت بتوديع أطفالها وخرجت من باب منزلها، وهي في طريقها إلى بيت هذا الرجل الغني بدأت تحدث نفسها ببعض الأسئلة: هل هذا الرجل سيكون رجل طيب معي وسيعطينا المال كله دفعة واحدة، أم سيعطيني جزء فقط، أم سيكون رجل قليل الأدب معي، أم ماذا؟ وظلت الأسئلة تحضر في رأسها إلى أن وجدت نفسها أمام بيت الرجل الغني، فوجدته في انتظارها ينتظرها، فقال لها: يا هلا وغلا، نورتي منزلي. فقالت له: شكرا. فقال لها: ادخلي حتى أعرفك على الأعمال التي تقومين بها. فدخلت المرأة منزل الرجل، فقام الرجل بإغلاق باب المنزل، وهنا فزعت المرأة وقالت للرجل: لماذا تغلق باب المنزل علينا وأنت تعلم أنه لا يوجد إلا أنا وأنت فقط هنا؟ وهي تبدو عليها علامات الخوف والفزع. فقال لها الرجل: لا تخافي، فأنا بحبك وبعزك. فقالت له: عن أي حب تتحدث؟ أنا قمت بالعمل عندك في الحقل مرة واحدة فقط، فكيف بهذه السرعة أحببتني؟ فقال لها الرجل: لا تحزني، واعتبري أنني لم أقل لك شيئا. فسكتت المرأة قليلا وقالت له: أين العمل؟ فقال لها: ادخل المطبخ نظفيه. فقالت له: حاضر يا سيدي. فدخلت المرأة تنظف المطبخ، وبعدما أنهت العمل في المطبخ ذهبت إلى باقي المنزل وقامت بتنظيفه وترويقه، فنادت على الرجل بصوت عالي: أين أنت؟ فخرج لها الرجل وقال لها: أنا هنا، هل انتهيت من شغلك؟ فقالت له: نعم يا سيدي.
فذهب ليتفحص من الأمر، فوجد الشقة نظيفة جدا، فأثنى على المرأة وقال لها: أنا سعيد منك جدا. وبدأ يقترب من المرأة وقال لها: أريد أن أقبل يدك. فقالت له المرأة: أأنت مجنون يا رجل؟ وقامت بضربه بالقلم على وجهه، فتعصب الرجل وبدأ يتهجم عليها ويقول لها: أريد أن أعمل علاقة معك. فقامت المرأة بعضه في رقبته وكادت أن تنهي حياته، فقال لها الرجل: اتركيني أنا سأموت. فقالت له المرأة: ما تموت، الحيوان أشرف منك ومن عائلتك. وكانت تضغط بأسنانها على رقبة هذا الرجل وكادت أن تقطع أوردة رقبته حتى أغمي على الرجل، فخافت المرأة وظنت أن الرجل مات، فقامت وخرجت من منزله مسرعة إلى منزلها. وعندما وصلت قامت باحتضان أطفالها وهي تبكي، فسألوها أولادها: لماذا تبكي يا أمي؟ وماذا عن الجروح التي في وجهك؟ فقالت لهم وهي تبكي: أنا وقعت على الأرض في العمل. فقال ابنها الصغير: أين الفاكهة والحلوى يا أمي؟ فلم ترد الأم، فكرر السؤال مرة أخرى، فقالت له: غدا سوف أأتي لكم بطعام وحلوى، لأن محلات الحلويات والأطعمة مغلقة اليوم. فذهبت المرأة إلى غرفة نومها وظلت تبكي حتى نامت. وفي الصباح خرجت تبحث عن عمل، فوجدت شيخا في طريقها، فقالت: فرصة أسأله بعض الأسئلة. فذهبت له وقالت له: يا شيخ، أنا ظروفي كذا ورزقي قليل. فظلت تحكي عن حالها للشيخ، وكان الأخير ينصت لها. فقال الشيخ لها: هل أنت بتصلي الصلاة في وقتها؟ فقالت له: لا، أنا لا أصلي يا شيخ. فقال لها: هسألك سؤال آخر، هل أنت تصلين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: الصراحة يا شيخ، أنا مقصرة في ديني جدا. فقال لها الشيخ: هذا هو سبب فقرك ومعاناتك في حياتك، أنا سوف أقول لك وصفه، ستجعلك مليونيرة في الحال. فقالت له: ما هي يا شيخ؟ الحقني بها. فقال لها: أول شيء، أريدك أن تلتزمي بالخمس صلوات في الميعاد، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثانيا، تلتزمي بركعات السنن، وأريدك أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة يوميا، وتستغفري ربك كثيرا. فقالت له: كيف أستغفر يا شيخ؟ فقال لها: قولي: أستغفر الله العظيم رب العرش العظيم. وكرريها مرارا وتكرارا على مدار اليوم، وبعد 40 يوما تعالي عندي وأخبريني ماذا حدث لك. فقالت له: حاضر يا شيخ. فذهبت المرأة إلى بيتها ودخلت الحمام وقامت بالاستحمام، وخرجت وارتدت الإزدال وقامت بصلاة العصر، وحافظت على الصلاة في وقتها، وكانت أيضا تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوميا. وفي الأسبوع التالي ذهبت إلى النوم في إحدى الليالي وحلمت أن هناك رجل يلبس أبيض يقول لها: اذهبي إلى المكان الفلاني، هناك رزق وفير لك ولأولادك. فقامت من النوم ولم تكترث من هذا الحلم. وفي اليوم التالي ذهبت إلى النوم أيضا وجاء لها نفس الرؤيا. وعندما استيقظت من النوم ذهبت إلى المكان، ولكن فوجئت أن المكان مهجور جدا ولم ترى فيه أي بشر أو حتى حيوان، فتعبت جدا من الوقوف، فجلست وسندت ظهرها على حائط قديم وظلت تبكي وتقول: أنا عارفة إن حظي سيء. شعرت بشيء يتحرك في ظهرها، فالتفتت فوجدت جحر مسدود بعض الشيء، فقامت بتوسعة الجحر بيدها فوجدت بيضا كثيرا يتساقط من الجحر، فنظرت في الجحر فوجدت أن الجحر متصل بوادي منخفض ومليء بالفراخ البرية التي لم يكن لديها صاحب. فذهبت هذه المرأة إلى بيتها وأحضرت مجموعة من الرجال من أقاربها، وذهبوا إلى هذا الوادي وقاموا بجمع هذا البيض الكثير جدا، وكذلك أمسكوا بالفراخ، وكانت أعدادها ضخمة جدا. وقامت المرأة ببيع البيض والفراخ وأصبحت من الأغنياء، وقامت بعلاج بنتها في أحد المستشفيات الأجنبية، وتم بفضل الله تعالى شفائها على خير. وذهبت إلى الشيخ وقالت له: أشكرك كثيرا على الخير الذي أنا فيه، هو بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم إليك ثانيا. وقامت ببناء مسجد كبير في القرية، وقامت بعمل مرتب شهري كبير للشيخ، وقالت للشيخ: أنت ستكون مسؤول عن هذا المسجد،
أن تعلم الناس والأطفال حفظ القرآن الكريم وكيفية الصلاة، وتلقي لهم دروس علم. وبعد ذلك وهي جالسة في فيلتها الجديدة، وجدت رجل يطرق عليها المنزل، ففتحت له، فوجدته الرجل الغني الذي كان يريد أن يمارس معها علاقة محرمة، فقالت له: أأنت مجنون؟ لماذا أتيت إلي؟ فقال لها: أريد أن تسامحيني، فأنا لم أنجب وزوجتي ماتت، وأنا أعيش وحدي وقد تبت إلى الله عز وجل بعد الواقعة التي حدثت بيني وبينك، وأنا الآن أعمل في مجال الدعوة الإسلامية، وأريد الارتباط بك، لأنني لم أجد خير منك. فقالت له هذه المرأة: أعطيني فرصة لكي أفكر في هذا الموضوع. وفي اليوم التالي ذهبت المرأة تسأل الناس عن هذا الرجل، فقالوا لها: هو الآن يعمل داعية إسلامية كبير، ويساعد الفقراء والمحتاجين، ويساعد اليتامى. ففرحت المرأة كثيرا أن حال هذا الرجل تغير للأفضل. وعندما ذهب إليها الرجل في المرة الثانية، فوافقت المرأة وتزوجوا، واعتبر الرجل أولادها أولاده لأنه لم ينجب، ففرح أهل القرية بزواجهما. فقام الرجل وزوجته ببناء المستشفيات الجديدة ومساعدة الفقراء والمحتاجين وزواج اليتامى. وهكذا أصبحت المرأة مليونيرة بفضل محافظتها على الصلاة المكتوبة في ميعادها، وكذلك بفضل الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تجلب الرزق الوفير. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع الجميع. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.